انا ابن ابوي عندنا لعب اطفال هنا. تبي خيارات؟ الو الو تبي خيارات؟ الخيار الاول حشر، الزرافة، الخيار الثاني بحر. اختار. مرحبا الاسد. انا الاسد. تستاذ تركز. تعال تعال انت والمايك اللي يسحب. تعال تعال. اليوم ضيوفنا في حلقة سعد أمريكي حشر. الله يبقيك يا سعد أمريكي والنور نورك. من تتوقع على الضيف الثاني؟ الدنفوس بحر. الدنفوس أمريكي. يا شعبان يا رمضان يا حال القعدة. أربع صاد يا وتام ديو وتام ديو. السؤال يقول ما هو الحمار الذي جسمه كبير وخرطومه طويل وذيله قصير؟ تبي خيارات؟ ايوه تفضل يا بحر. ماذا يا عيد؟ الجار الحمار. خيار ثاني يا حشر. الإجابة الفيل يا سعد. أنت بتفوز، خليك معي. حشر. تركز عندي هنا لعبة أطفال. شلونكم هنا؟ خير إن شاء الله.